ما رأي فضيلتكم في قول أحد طلبة العلم إن الصحابي الفلاني كان يشرب الخمر والصحابي الآخر لم تكن لديه شجاعة وإقدام في الغزوات؟ ولما قلت له لا فائدة من ذكر ذلك على العموم إلا أن توضح قصدك من ذلك، فقال أنت تعطل الأحكام وترفع الصحابة إلى منزلة المعصومين وهم ليسوا بمعصومين، فما رأيكم؟ هذا شقي ومجرم، لا يجوز يتعرض للصحابة. هو عاد سليمه بنفسه، فتفتش لقيته من أرض الناس وأخس الناس، فلا يجوز تنقص الصحابة والبحث عن عيوبهم، بل لا يجوز البحث عن عيوب المسلمين عموما ولو ما هم بالصحابة. كيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ فهذا إنسان ما في خير، إما أنه سيء العقيدة ويبغض الصحابة، فيه تشيع ولا فيه نفس الخوارج، وإلا إنه إنسان ما في خير ولا يحب الصحابة، فيه نفاق. هذا فيه نفاق، لا يبغض الصحابة ويتلمس عيوب الصحابة إلا منافق أو شيعي أو خارجي، أحد الثلاثة، إما منافق وإما شيعي وإما خارجي. أما أهل السنة والجماعة فهم يترضون عن الصحابة ويستغفرون لهم، والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا لا يجوز الكلام في الصحابة ولا تلمس عيوبهم ولا الطعن في أحد منهم. نعم.